تعاني بغداد كباقي المحافظات العراقية من تردي الخدمات منذ عام 2003. منطقة أبو تشير الثانية إحدى مناطق العاصمة التي تئن منذ سنوات كثيرة من تدهور البنية التحتية للخدمات في كامل قطاعات الحياة. وما زاد الطين بلة وضاعف معاناة سكان منطقة أبو تشير الثانية هو الظهور الإعلامي من قبل المسؤولين الحكوميين في الكثير من المواقع بهدف افتتاح أعمال مشاريع خدمية ما لبث أن انتهت قبل أن تبدأ. تم المباشرة بإنشاء الطريق الخدمي إلى منطقة الدورة وأبو تشير. فرحة سكان المنطقة لم تدم إلا لدقائق التقط خلالها المسؤولون عددا من الصور التذكارية كان بعدها مصير الآليات المرافقة لهؤلاء المسؤولين الانصراف من موقع المشروع. هذا موقع الآليات، اجى مدير مجاري وما اعرف كم مسؤول صوره وطقوا الصور سحبوا الآليات وراحوا. هذا شوفون الشارع. نتيجة غضب السكان لما آلت إليه الخدمات في منطقتهم، يحشد هؤلاء لتظاهرات حاشدة تنطلق أمام أمانة بغداد في 23 من الشهر الجاري، مطالبين بتنفيذ حقيقي للبنية الخدمية في منطقتهم المنكوبة منذ ما يزيد على 20 سنة. وتعاني بغداد من تفاوت كبير بتأمين الخدمات في مناطقها من قبل الجهات الحكومية المعنية، فبعضها يعاني من التدهور وأخرى تنعم بازدهار خدمي، الأمر الذي يعكس بحسب مراقبين حجم التمييز الطبقي الكبير الذي تعيشه المحافظة وفق محسوبيات سياسية، ناهيك عن غياب التخطيط العمراني والخدمي من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.